بداية الشتاء تطلق مرحلة ما يسمى بالتأكيد على الجاهزية والسلامة الفنية للمركبات تستمر لمدة شهرين. احنا قمنا بتمديد هذه الحملة لمدة 3 أشهر تنتهي خلال يومين القادمين. القصد من ذلك حقيقة حتى اللي بيسمعونا الآن إن الأمر هو يأخذ طابع إعلامي وتوجيهي وإرشادي لمستخدمي المركبات، والهدف من ذلك اللي هو أن نقلل من الحوادث التي تحصل بسبب سوء السلامة الفنية إذا توفرت في بعض المركبات كالإطارات أو الناحية الميكانيكية أو الناحية الكهربائية أو الإضاءة إلى آخره. لابد التنويه هنا أننا سنستمر في إجراءاتنا المرورية بعد ذلك، لأن الحملة تؤكد على إعطاء الإشعار ثم تصويب الإخلالات الموجودة في أي مركبة. لكن عملنا الطبيعي اللي بيمارسوه رجال المرور على مدار الساعة والأيام هو سيكون متابعة لهذه الإجراءات حتى تستقيم الأمور ويكون الوضع بالشكل السليم والصحيح. إحنا بحمد الله يعني في عينات عشوائية في كافة مناطق المملكة بلغ بحدود 55,000 مركبة جرى التفتيش عليها، ونسبة الصالح منها تقريبا 76.6%، والغير صالح الذي يحتاج إلى تصويب أمور كما ذكرت في بداية حديثي بحدود 23%. هذا ما تم بخصوص حملة الشتاء. نحن مستمرين بإذن الله بباقي الإجراءات على مدار العام فيما يتعلق بالسلامة الفنية، لأنها تعتبر شيء مهم جدا خاصة في حوادث المرور التي تحصل الكثير من هذه